صباح الخير مشاهدي قناة سودانية 24. أنا لبابة خاطر خبيرة التجميل، والليلة حتكلم معاكم شوية عن مبادرتنا بحب لوني. بحب لوني هي مبادرة لطيفة جدا طلعت من داخل الجروب الخاص بي، وبدايتها كانت بداية بسيطة جدا وسيمبل، لكن لاقت رواج كبير جدا بين البنات وبين الناس الموجودين في الجروب. الفكرة كلها كالآتي، أنه أنا كخبيرة تجميل من المشجعين لفكرة السمار أو لفكرة تمسك الوحدة بلون الأصلي من غير أي رتوش، من غير أي تعديلات. فبالتالي دائما بحب أنه أشجع عروساتي أو زبوناتي أو حتى صحباتي أو ناس البيت أنه يا جماعة خليكم دائما متمسكين بجمال لونكم الطبيعي والأصلي. الحاجة دي لقيت انه يعني ملاقيه رواج كبير جدا بين البنات، واغلب البنات حاسين انه هم عاوزين انه يحتفوا بلونهم الاساسي، وعاوزين يحتفوا بلونهم الطبيعي وجمالهم الطبيعي، ولكن في ضغوطات كثيره جدا من المجتمع عليهم انه يفتحوا لون بشرتهم. فكرتها كانت بسيطه جدا، انه انا عملت حاجه تحفيزيه لكل العروسات ولكل الزباين اللي بيجوني، من فكره بتاع الديسكاونت مثلا، اذا انت عروس سمراء او خضراء بالكلام السوداني عندنا، وقررت انه في عرسك ما عاوزه تعملي تفتيح، ما عاوزه تبليتش يور سكين، فانت عندك ديسكاونت معين. فلقيت زي ما قلت لكم التفاعل كبير جدا من البنات ومن السيدات، وبالعكس انه من كل الفئات العمريه، انه يس احنا متمسكين بالحاجه دي، ويس احنا عاوزين نغير المفهوم السائد بقى في السودان من فكرة انه العروس لازم لونه يفتح او يبقى لونه غير اللون الطبيعي. الهدف الاساسي من فكرة المبادرة دي هم هدفين. الهدف الاساسي منها انه تعزيز للثقة بالنفس لكل السودانيات بكل الواننا بكل صحناتنا. احنا ما محتاجين انه نكون يعني مرتدين جلد غير جلدنا عشان نكون واثقين من نفسنا وعشان نكون جميلات، دي اولا. وثاني من ناحيه غير مباشره هي رفض لفكره استخدام الكريمات المضره، معروف انه مضره بالبشره، بصحه البشره، بل وبصحه الانسان ككل. فانا اتمنى انه كل الشعب السوداني وكل اللي حيشاهدونا الليله ينضموا للمبادره دي، وكل بيت في كل بيت تعتز بسودانيتها وبافريقيتها وبلون الاساسي وتقول انا بحب لوني.